أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليه ولعنه وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا وتوقروا وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظنهم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن سوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله وإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة بعد ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابه فتحا قريبا ومغانم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة بوعي ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابه فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم وإذا قول آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قال لهم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا هو الذي كف أيديهم عنه وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أذركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا والذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معروفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم عارة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام والهدي معظوما أن يبلغ محله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا وجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Innamal a'malu binniat. Itu tadi surat Al-Fatihah murojaah. Banyak salah. Innamal. Bismillah. Innamal a'malu binniat. Innamal a'ma panjang. Innamal a'malu binniat. Artinya sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawaa.
dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Mumtaz, bagus ya. Besok ditambah dikit-dikit bawahnya kan ada tuh. Makasih ya, Davi kelas berapa, Fi? 5 SD. Umur? 11. Tadi udah masuk sekolah ya? Tatap muka apa daring? Kalau jajan dikasih berapa sekolah? 10.000. Jajan apa? S. S berapa duit sekarang? 2.000. S 2.000. Terus? Terus jajannya apa? Hilo. Terus jajannya apa? Jajannya batagor. Batagor piro? 5.000. 4.000. Terus sisanya? Terima kasih ya, ini azan Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.